بركة الله. يا الله اختي العزيزة، نقول لك نعاودو ما سمعتكش. ثلاثة البيضات، اها، كاس ديال الليمون، خمارة، نعم، جوج كيسان ونص ديال الفورص، جوج كيسان ونص، كاس زيت، كاس سكر ديال عندها، نعم، قيتي كلشي هادو؟ قيت كلشي. نعاود لي حيت انا كنبغي اللي يعاود لي، لفاتني شي حاجه كيبقى فيا الحال. ايوا عندك الصح. ثلاثة البيضات، كاس ديال الزيت، نعم، كاس ديال السنيدة، خمارة، جوج كيسان ونص ديال الفورص، نعم، كاس ديال الليمون. متفقين. هذه العجينة، ايه، نص كيلو ديال الفريز كنقطعوه شرائح، سيرو، نعم، كناخدو كاسرونة كنديرو فيها كاس ديال الليمون، كاس ديال الليمون، جوج معالق ديال النشا، جوج معالق ديال سنيدة، نعم، فانيلا، واحد فاني، ندوزو الطريقة، يلا، كنخلطو هاديك العجينة كلها، البيض والسنيدة والزيت وداكشي المهم كيتخلط كله يتجمع، وكنكونو موجدين النمو ديالنا مدهون بالزبدة والطحين، نعم، كنخويو هاديك العجينة، كنفتحو فوقها غسيل داك الفريز، إييه، الطريقة واضحة، واضحة. عاود كنخويو هذيك السيرو مع كنكون عقدناه شويه فوق البوطه ما يكونش عقد بزاف، اييه، وكنخويو على هذيك الطورطه كنسقيو هذاك الفريز كله بهذيك حيت الا عقدناه بزاف يمكن ما يقد ليناش الطورطه، خصو يبقى شي شويه خفيف، يبقى شويه خفيف، ونسقيو به هذيك الطورطه وندخلوها للفرن، غنكون البيضه خدمناه تقريبا 45 دقيقه حتى 50، اييه، على نار مهيله، على نار مهيله، والفران يكون سخون، يكون سخون ديجا مقود، دابا السيدات راه كاع تبارك الله عارفين كيف يشعلوا الفرن، عاد كي الفرن كيشعل والمقلة كتكون مدهونة الأمور، عاد كنبداو نخدمو. أييه، غير من بعد السيدات نقص الحرارة باش طيب ديك الساعة الأربع على خاطرها. على خاطرها، وراه كتجي ما نقوليش أختي سالا. نم 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 نم. قولي نم 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 كتعجبني. نم نم نم. كتقولي أنت وحدك كيبقى فيا الحال كنقول خاصني نسمعها أنا. إيوا أنا قلتها لك خرجتيها لي. صح والله كتجي إلا ما نعاودكش دابا تبارك الله راه وقت فريز.